طيب احنا معنا على الهواء زميلنا العزيز شريف بركات اللي بيتابع تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة اليونانية. مساء الخير يا شريف، ويعني طبعا لازم تقول لي ايه الاخبار وكواليس الزيارة واهم اللقاءات اللي تمت، تفضل. مساء الخير يا لبنى، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. الواقع الزيارة بدأت من النهاردة الظهر قبيل الزيارة كان في جدير بالذكر ان كان في ثلاث طائرات عسكرية خرجت لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو في الجو من الطائرات الجوية العسكرية اليونانية، كانت بتستقبله ثلاثة في الجو لحد ما هبط لأرض المطار. حصل بعد كده الاستقبال، عرض الحرس الشرف والاستقبال الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد كده كان في جلسة نتج عنها المؤتمر اللي احنا تابعنا دلوقتي وانا سمعت معاكم جزء منه. أبرز المحاور هنا في اللقاءات هو المحور المتعلق بدفع العلاقات الثنائية من الناحية الاستراتيجية والسياسية حتى تصبح اليونان وقبرص متحدث رسمي إنجاز التعبير باسم القضايا المصرية وباسم المنطق المصري في تداول قضايا الشرق الأوسط داخل الاتحاد الأوروبي. تمام. كمان ما هو متعلق بالقضية الأخرى الأكثر نقاشا ربما هنا هي قضية ترسيم الحدود البحرية، وده بيكيل صفعة للجانب التركي وبيعطي مثال ونموذج واضح جدا لكيفية التعاون المشترك واحترام سيادة الدول واحترام القانون الدولي. قضايا الإرهاب والتعاون بشأن قضايا الإرهاب أيضا ده كان شيء من الملفات المطروحة، والجانب اليوناني يؤكد ويؤيد طوال الوقت على الدور المصري وأهميته في مكافحة الإرهاب. ده كان الكلام مع رئيس اليوناني. بعد كده حصل مقابلة تانية مع رئيس الوزراء اليوناني، ورئيس الوزراء اليوناني كمان أثنى كثيرا على الدور المصري وعلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادته لمصر وفتح مشروعات جديدة وفتح آفاق أوسع للسياسة الخارجية المصرية، ومصر عادت للمجتمع الدولي من جديد. أكد كمان على رغبته في أن يبقى فيه سلام عادل وشامل بين الشعب الفلسطيني وبين الشعب الإسرائيلي، وأن اليونان بتدعم وبكل قوة عودة مسار المفاوضات بين الجانبين، وأن هي تتكلم باسم هذه القضية في الاتحاد الأوروبي لإقناع الدول الأوروبية. اتكلموا على هي في قضية الحقيقة لبنى بتؤرقهم بشدة هنا، قضية الهجرة غير الشرعية. نعم. ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وحابين ان هم يعرضوا وجهة نظرهم. اليونان بتعاني من الهجرة غير الشرعية نظرا لقربها من الدول العربية، فعندها المشكلة دي وعايزة تحد من هذه الظاهرة لأن هي في وش المدفع كده زي ما بيقولوا، ودايما بيطلبوا. الحقيقة في مقابلتي للرئيس اليوناني قبل كده أو من خلال اللي قاله رئيس الوزراء دايما بيؤكدوا على قضية ضرورة أن تدعمنا مصر في ملف الهجرة الغير شرعية. موضوع الاستثمار وقناة السويس، احنا بنتكلم دلوقتي والمنتدى شغال، هم خلصوا الجزء الاول، منتدى رجال الاعمال المصري اليوناني خلصوا بالفعل الجزء الاول من هذا المنتدى وسمعوا وجهة النظر المصرية بالكامل في عرض المشروعات الكبرى، مشروعات الاستثمارية الكبرى، والاسلوب اللي عرضته الحكومة جاء نصه كالتالي: اعجاب وابهار شديد جدا من الجانب اليوناني ومن الجانب الرسمي أو جانب رجال الأعمال اليونانيين بالتحديد، أثنوا على أسلوب العرض وأن المشروعات القومية المصرية أو الميجا بروجكت اللي مصر بتقوم بيها زي قناة السويس الجديدة وزي محور شرق بورسعيد، تنمية شرق بورسعيد، كل دي مشروعات ممتازة جدا والأسلوب أكثر من ممتاز. في نقطة واحدة هم كلهم بيتكلموا فيها بلا استثناء رجال الأعمال اليونانيين، يعني قد ما هم بيشكروا في الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد ما هم بيشكروا في أسلوب العرض وفي المشروعات وأهمية المشروعات، لكن دايما بيحطوا علامة من الاستفهام أو شرطة على فكرة الانسجام الحكومي أو الانسجام في الأداء ما بين الأجهزة المختلفة لتسهيل العقبات أمام المستثمر الأجنبي. كده بالظبط إذا كنت أنا عرفت أوصل بالترجمة على حد ما سمعت وفهمت، هم عندهم دايما التخوف ده، هتعملوا لنا ايه في الضرائب، هتعملوا لنا ايه في تسهيلات ومعاملات، بيسالوا في النقاط الفنيه، والاسلوب اللي بيسالوا بيه بيدل على ان هم عندهم مش بس اهتمام
عندهم اهتمام وعندهم وعي كبير جدا بالبيئة المصرية وهم بالفعل حاضرين ومستثمرين بالفعل في مصر. يا شريف، والمجلس الأعمال المصري اليوناني حاضر وبقوة في المشهد الاقتصادي، والحقيقة اللي انت أشرت ليه ده هو هم كل المستثمرين، الحوافز، المناخ العام للاستثمار. لكن قل لي، هل من المنتظر، يعني هل سمعت أخبار عن اتفاقيات، مذكرات تفاهم ممكن يعني نخرج بيها من الزيارة دي ولا لا؟ لسه لحد دلوقتي ما فيش اتفاقيات او في مذكرات تفاهم، لسه المنتدى ما انتهاش. لكن هو خلصوا بالظبط وطلعوا استراحة ودخلوا يكملوا تاني. لكن اللي خدناه من رجال الأعمال اليونانيين اهتمامهم بالمشروعات، اثنائهم على الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة للمنطقة وعلى المشروعات وعلى الأسلوب العرض ده ممتاز. طيب سؤال أخير يا شريف، ازاي هتقدروا تعملوا تناغم بين الجهات الرسمية المختلفة؟ طيب احنا برضو مهتمين بمعرفة ردود الأفعال بخصوص هذه الزيارة، يعني وسائل الإعلام اليونانية، الأوساط السياسية ازاي تابعت، ازاي أرية هذه الزيارة ونتائجها؟ ممتاز. بالنسبة لوسائل الإعلام اليونانية بالتحديد، اعتبرت الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرؤساء العظام اللي جابهم التاريخ، والإذاعات اليونانية قالت بالتحديد، قالت الرئيس عبد الفتاح السيسي واخد الشعب المصري ومصر وطالع بيهم بصاروخ. ده كان نص الكلام المتداول تقريبا في وسائل الإعلام اليونانية ووسائل والإذاعية في اليونان. الكلام ده سمعناه من المصريين المقيمين هنا في اليونان، واللي أكدوا على أن الجهات الرسمية دائما ما تتحدث بشكل إيجابي عن العلاقات. لكن ده ما يمنعش إن كتير جدا من اليونانيين برضو يا لبنى عندهم تخوف من فكرة الذهاب لمصر، لأن سمعين إن في إرهاب أو إن في أعمال عدائية. واحد يوناني بيقول لي أنا خايف أتخطف، الأجانب يتخطفوا في القاهرة أو بيحصل لهم عمليات خطف. طبعا يعني واضح إن في صورة كمان مشوشة واصلة لهم مش كاملة. الرسمي بيتكلم بشكل ممتاز، الغير رسمي هنا يعني ممكن يكون في شكل من أشكال الاختراق لعقله ووعيه. الإعلام المصري مش واصل بالشكل الكافي، والإعلام الغربي بطبيعة الحال أنت عارف أنه هو متواطئ إلى حد بعيد جدا فيما يتعلق برسم صورة مغلوطة عن الواقع في مصر. إذا اتكلمنا بس عن اليونان، كلام أكتر من ممتاز، إذاعاتهم بتشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبتشيد بأهمية العلاقات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمية وجوده مش لمصر، لمنطقة الشرق الأوسط. تمام، شكرا جزيلا ليك يا شريف، وبالتأكيد هنرجع وهيكون لينا متابعة معاك بإذن الله بكرة ولغاية لما الزيارة تنتهي بسلام إن شاء الله وبنتائج إيجابية زي ما بنتمنى. شكرا زميلي العزيز شريف بركات، بشكرك شكرا جزيلا.